ودعونا الآن نستمع إلى كلمة من الأستاذ الدكتور صابر بشار. كلمة أجمل لا أنا كأسامي أقول محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحيي كل من في هذه القاعة المحترمة الموقرة. أنا صداقة أنا جئت بدعوة كريمة من الدكتور محمود حسن، وأنا متحيز لهذا العلم الشهري الكبير. أنا متحيز له قدر ما أستطيع. أريد أن أكفر عن سنوات كثيرة جدا مضت وأنا أجهل قامته وأجهل قيمته. أنا لبيت هذه الدعوة لهذا الصديق الذي شرفت جدا بصدقته. أحيي جميع من في القاعة، والليلة ليست ليلتي. الليلة أنا جئت أستمع فقط إلى الإبداع. دائما أقول ما تفتحونيش في الكلام، أنا دائما أقول إن مبدعا هنفتح. أنا دائما أقول إن مبدعا واحدا في مكانه بألف حافظ مقلد مدرس. ودائما أقول إن جامعاتنا تحتاج إلى مبدعين لا إلى مدرسين. وأريد أن أتحيز حتى بعد إذن حضراتكم لتخصصي. لم أجد بارزا مبرزا في الشريعة الإسلامية إلا وجدته محبا للشعر. وفي ذهني أن الأئمة الثلاثة الكبار عدا الشافعي لو وضعوا في كفة، ووضع الشافعي في كفة أخرى وهو أصغرهم سنا كما تعرفون، في نظري أنا لرجحت بهم كفة الشافعي الشاعر أو الشافعي المبدع. لقطة أخرى أريد أن أذكرها. أنا محب جدا لسماع الشعر ولتذوق الشعر، هذا فقط وفي ذهني. وأنا استمعت إلى عزيز الدكتور، كان الإمام محمد عبده في مجلسه يستمع إليه المبدعون ويجلس حوله الشعراء والمثقفون وكذا وكذا، وكان هو يحضر أيضا لقاءات هؤلاء المبدعين وهؤلاء الشعراء كل واحد في تخصصه. أنا أريد أن تكون مثل هذه اللقاءات لقاءات فكرية ولقاءات ثقافية ولقاءات شعرية، ولا أريد أن أطيل على حضراتكم. أسماء أنا متحيز لها أيضا لأنها شاعرة، وكتبت لها وقلت إن زمانا طويلا عشته كنا نصمم على وجود الشاعرة لمجرد أنها أنثى بجوار الشاعر. أنا أظن أن أسماء جلال قد تجاوزت هذا بكثير، وهي مشروع شعري كبير تنافس الشعراء ليس باعتبارها أنثى نصر على وضعها على المائدة الشعرية، إنما هي مشروع ضخم كبير تستطيع أن تنافس الشعراء الكبار. تحياتي لحضراتكم جميعا، وتحياتي لصديقي العزيز الدكتور محمود حسن. شكرا. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور صابر بوشاني عميد كلية دار العلوم بالمدينة. ونحن نتحيز معك فيما تحيزت إليه.